نجا وزير الخدمة المدنية ناصر الوالي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت بموكبه في محافظة عدن جنوبي البلاد. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب الوالي خلال ذهابه إلى مقر عمله على خط المملاح بمدينة خور مكسر شرقي عدن. وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث ومنعت مرور السيارات فيها.